بداية، هل يمكن القول أن حسم معركة رئاسة الجمهورية لم يعد ممكنا إلى داخل البرلمان، خصوصا وأن الاتحاد الوطني والديمقراطي متمسكان بمرشحيهما لهذا المنصب؟ أهلا بك. مدام، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد لكم مني التحية ولمتسبي قناتكم الموقر ومشاهديها الكرام. حياك الله. نعم، هناك معركة حول رئاسة جمهورية العراق، وهذه المعركة دخلت شهرها الثالث والرابع وإلى آخره، ونستطيع أن نقول يعني حامية الوطيس، طبعا سياسيا أقول لا عسكريا. فلذلك الآن هناك 40 مرشح، ولكن في الأصل هناك في الحقيقة مرشحان، مرشح للاتحاد الوطني الكردستاني ويقابله مرشح في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أما البقية الباقية إما يريدون إظهار أنفسهم وإما هم مرشحون من جانب الحزبين، وذلك لتقليل أصوات الحزب مثلا المرشح المقابل. هذه هي الحقيقة. مع الأسف الشديد أنا كعراقي حقيقة كنت أود أن لا أسمع هذا العدد، لأن هذا نوع من الاستهزاء بالترشيح وبهذه الرئاسة، لأن يعني إذا كان هناك 40 شخصا يعني هم كامل الأهلية والوطنية والكفاءة لرئاسة هذه الجمهورية، فلماذا العراق هكذا مثلا؟ المهم، بالإضافة عفوا دكتور أو أستاذ للمقاطعة، لما هذا الصراع على هذا المنصب وعندهم فقط مرشحين اثنين ولاغين بقية المرشحين والآراء حولهما وعدم وضوحهما للصورة بشكل واضح، وهذا الصراع يطول واليوم البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة والحال يتردى من يوم إلى آخر. نعم، مثل ما تفضلت، الاتحاد الوطني بدأ يتحدث عن منصب محافظ كركوك، ومراقبون قالوا أن ذلك يعني أن الاتحاد بات موقنا بخسارته لرئاسة الجمهورية، كيف تقرأ ذلك برأيك؟ مسألة الخسارة أو الفوز، يعني هذه المسألة متوقفة على أعضاء البرلمان من يعني من ناحية كل واحد إذا كان هو حر مثلا من يفضل، وأيضا مثلا ماذا يرى. يعني هناك بعض الأشياء أنا أرى حقيقة لا أحد مثلا من هؤلاء يستاهل أن يكون رئيسا للجمهورية، لأن أحدا لم يقدم برنامجا وطنيا على أنه في المستقبل يفعل للعراق هكذا. لحد الآن أنا لم أسمع، فإذا أي رئيس الجمهورية؟ هذا واحد. والشيء الثاني، نعم يعني أن الحزب الديمقراطي يريد هذه الرئاسة، وطبعا وراء ذلك له مثلا غايات، مسائل مادية ومسائل مثلا السيطرة على يعني السياسة الكردية في بغداد، وأيضا ربما التقرب من بغداد وإلى آخره، وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني الغاية نفسها. ولكن الذي يحسم هذه الرئاسة هم إخواننا الشيعة، بإمكانهم أن يصوتوا لصالح مثلا إما الاتحادي أو لصالح الديمقراطي. فلذلك هذه المعركة حقيقة ليس فقط بين الديمقراطي والاتحادي، وإنما هذه المعركة امتدت إلى أستطيع أن أقول الدول الأقليمية وربما يعني بعض الدول العالمية، لأن رئاسة الجمهورية في المستقبل يوقع على كثير من مثلا التعاقدات وكثير من هذه الأمور، فلذلك ربما أمريكا في حاجة إليها، وتركيا في حاجة إلى هذه الرئاسة، وكذلك إيران وإمارات وإلى آخره. نعم، هذه هي المسألة. مصالح، نعم بالضبط. هناك مراقبون يجدون أن الاتحاد الوطني اليوم يحاول البحث عن بدائل لمنصب رئاسة الجمهورية مثل منصب محافظ كركوك، هل تعتقد ذلك صحيحا؟ أنا الذي أنا أراه مسألة محافظ كركوك، أول الآن محافظ كركوك ليست يعني في قبضة الكرد، وثانيا كركوك لو قلنا مثلا ضمن مادة 140 أي المناطق المتنازع عليها، وعسكريا وإداريا وسياسيا الحكومة المركزية هي المسيطرة عليها، وبإمكانها الحكومة المركزية أن تعين محافظا مثلا إما مثلا شخصا من بصرة أو من أنبار أو من أي مكان آخر. فلذلك أنا لا أرى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يعني حقيقة يتراوغ
حول هذه المسألة أو يتنازل من رئاسة الجمهورية إلى محافظ كركوك، لأن ربما هذه المحافظة مثلا لا تسلم أو لا تسند للكرد في الحقيقة. فإذا مثلا غدا أو بعد غد وجدنا أن إخواننا العرب وإخواننا التركمان مثلا لم يقبلوا بذلك، هل بالقوة أن مثلا هل بالقوة يمكن أن يعين محافظا كرديا على هذه المدينة؟ أنا أرى يعني هذا طبعا الجواب هو لا. فلذلك الاتحاد الوطني الكردستاني حقيقة ينظر إلى الواقع وينظر إلى اليوم، وكذلك أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب أستاذ، قوى الإطار التنسيقي أكدت أن حسم معركة رئاسة الجمهورية مهمة لأنه سيكون بداية لحسم رئاسة الوزراء، كيف تعلق على هذا التصريح؟ نعم. نعم يعني كلامهم صحيح، لأن إذا يعني إذا تمكن العراقيون من تعيين رئاسة الجمهورية مثلا بعد وقت قريب أيضا يستطيعون أن يعينوا رئيسا لمجلس الوزراء. فلذلك الذي أنا أراه، ولا سيما بالنسبة للتيار التنسيقي، ومهم جدا أن حسم هذه المعركة أي معركة رئاسة الجمهورية طبعا رأسا تليه معركة أخرى وهي معركة حسم معركة رئيس الوزراء. فلذلك التيار التنسيقي طبعا أيضا يستعمل سياساته. أما الذي أنا أراه في الحقيقة كعراقي، ما ممكن الاستقرار في العراق، أو ما ممكن يعني تخلية العراق من الفوضى من دون الاتفاق بين التيار الصدري والتيار التنسيقي. بالضبط، شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ صابر إبراهيم إسماعيل، عفوا، شكرا لانضمامك معنا.